الأربعة. كابتن عادل ألف مبروك، فوز مهم جدا، 3 نقاط غالية، استعادت صدارة الدوري مرة أخرى بالرغم الفارق عدد المباريات بينك وبين صاحب المركز الثاني فيوتشر، مكاسب كتير جدا 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 حققها النادي الأهلي النهاردة. أما أنا بشكر اللاعبين على أدائهم وعلى مكسبهم وعلى الكاس اللي خدوه وعلى الطريق اللي عمالين يجهدوا فيه وطول الوقت بيشرفونا. أنا شايف إنه اللي بيحصل مع فريق النادي الأهلي الفترة دي، اللي بيعملوه اللعيبة واللي بيعملوه الجهاز واللي بيعملوه الإدارة، أداء متميز، أداء جيد، وبشكرهم عليه، لأن الموضوع صعب فوق ما تتخيله. يعني أنت بتتكلم، أنت خارج من فاينل كاس، كسبان فاينل كاس مصر، كسبان بطولة كبيرة، والنهاردة تكسب فرقه 3 بغض النظر عن اللي حصل في المباراة إيه، أنت كسبان 3-0. ما أنت أحيانا كنت بتكسر الدنيا بتخسر، وأحيانا الفرق قدامك ما بتضع من إجوان كتير وبص بس بتكسب. الفرقة الكبيرة، فرقة اللي بتلعب على دوري، المفترض إن البناط اللي بتجمعها هتديك في الآخر الدوري. ما فيش فرقة في العالم تلعب الا وهم 34 اسبوع، الا 34 اسبوع كويسين 100%. رغم هذا انا بقول انه انا اتمنى ان نلعب ال 34 اسبوع كويس، بس الجميل في فرقه النادي الاهلي ان هم حافظوا على النتيجه النهارده، ما دخلش في الجون وكسبان 3-0. انت يمكن قلت حاجه يا كابتن ايمن مش عارف قلتها ولا لا، قال ان ده الفوز رقم 11 مع مستر كولر في جميع المسابقات، في جميع المسابقات كسبان 3-0. لا 3 كسبان 3، وانا قلت لك قبل الاستوديو، انا بقول لك ان الفرقه اتحسنت بصوره كبيره في التهديف. انت بتتكلم على ارقام في التهديف، ارقام كبيره. احنا اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع ومراحل كاس مصر، وان شاء الله هتبقى بطل الدوري ان شاء الله باذن الله. فانا بتكلم على انه يعني اللعيبه ادت اللي عليها النهارده، الجهاز ادى اللي عليه، مشوا كويس جدا، ده وجهه نظري، وانا سعيد بيهم جدا. الحاجه الثانيه المهمه اللي احنا بنتكلم عليها، انك انت عندك مباراه بعد يومين 3، وعندك مباراه فاينل اللي هو دور 8 كاس افريقيا. هنعمل ايه وعمال تلعب في كاس العالم للانديه وترجع من كاس العالم للانديه؟ يعني انت النادي الوحيد اللي في مصر اللي بتلعب اكتر من الانديه مباريات مش قليله. يعني المباراه اللي بنلعبها في كاس العالم للانديه قد المباراه اللي بيتلعب في الدوري المصري 3 اضعاف. يعني كم الجري اكتر، كم الخصم كبير، انت بتتكلم على سفر، بتتكلم على الاجهاد، ضغط مختلف. نفسي انت عندك لعيبه النادي الاهلي لما بتتعادل بتضغط نفسيا. احنا لما اتغلبنا من الهلال السوداني 1-0 وجايين المباراه اللي هنا، شفت الضغط والفرقه كسبت 3-0، وكان الضغط اللي علينا عامل ازاي، وكانت قوه المباراه عامله ازاي. فانت خلي بالك اللي بيحصل مع 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 تيم النادي الاهلي ده غير طبيعي في عدد المباريات اللي انت بتلعبها. علشان كده انا بلتمس لهم، انت في اخر ايام رمضان يا كابتن ايمن خلي بالك، وانت لاعب اكتر ناس في الـ في الـ في الانديه دي كلها، الانديه دي كلها مع احترامي ليها طبعا، الانديه دي كلها بتلعب الماتش كل 3-4 اسابيع، انت لسه لاعب فاركو ما كانش بيلعب من يومين، انت لاعب كاس نهائي كاس مصر من يومين، رغم هذا انت كسبان 3-0. عشان كده بقول لك انه احيانا انا دائما بحب الاهلي يكسب مكسب واداء، ولكن احيانا انا محتاج اكسب في مباريات تلعب. والفتره اللي فيها النادي الاهلي دي فتره صعبه للغايه، يحسها اللي عاوز اقول لك ايه، اللي عاشها ومات فيها، لانها كتير عليك، كتير كفرقه تلعب تطلع لي من كاس وتكسبه والحمد لله رب العالمين، وبعدين تلعب على دوري، وبعدين عندك كمان يومين تلعب لي ماتش بعد يومين دوري، وبعدين هتروح لي على 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 الرجاء من افضل فرق افريقيا في الوقت الحالي، هتلعب مباراه وبعدين تسافر تلعب مباراه ثانيه، وبعدين عمال تلف وتسافر وتيجي، عمال تنام في اماكن مش اماكنك في النوم، عاوز تخرج من احنا نفسنا كمحللين لما بنيجي نعمل استراتيجيه التحليل بتاعتي، انا اتكلم عن نفسي، اجي اعمل استراتيجيه تحليل لفرقه الاهلي وهي تلعب كاس مصر،
بغيرها في بطولة الدوري، اغيرها في بطولة افريقيا، بتعب لما اجي احضر المباراة بتعب، ما بالك اللاعبين ولا المدرب ولا الاجهزة الفنية. عشان كده بقول لك انا سعيد النهارده بالمكسب، وسعيد النهارده ان انت تربعت على قمة الدوري قبل وانت ناقصك ثلاث مباريات مظبوط عن تاني فيوتشر، عن فيوتشر، وانت السنة دي خلي بالك انت خارج رابع العالم، وبعدين دخلت على كاس مصر. مش عاوز اعيد الكلام، بس انا بكلمكم الموضوع صعب. يعني اللاعبين دول لازم، عايز اقول لك حاجه، يعني النهارده مثلا على سبيل المثال اللعيبه اللي كانت بتنزل وتتعور، ولا اللعيبه اللي اتعورت المباريات اللي فاتت دي، هي اتعورت ليه؟ وفي حد عاوز يتعور؟ لكن من الضغط العصبي، احنا النادي الاهلي يا كابتن، احنا لما بنكسب حتى مكسبنا احنا بنحاسب نفسنا عليه. لكن في الوقت الحالي خلاص، انا بقول انا في وقت جمع المحصول بتاع السنه اللي تعبت فيه، اللي عمال اتعب فيه، انا عمال ازرع بقالي فتره طويله قوي، فدلوقتي بجمع محصولي. اجمعه ازاي؟ احيانا بجمعه بالطريقه اللي تريحني، بالطريقه اللي انا، والمكسب بيجيب مكسب، والمكسب بيجيب مكسب. احنا عاوزين نقف ورا الفرقه في المكاسب. ليه؟ علشان الفرقه بتاعت النادي الاهلي في الوقت الحالي، في الوقت الحالي اجهاد ما بعده اجهاد، لعيبه متعورين كتير، خروج من بطوله لبطوله، ضغط اعلامي فوق غير عادي على لعيبه النادي الاهلي. خلي بالك، ودي حاجه مهمه جدا، انتوا لو حسبت العشر ايام اللي احنا اتكلمنا فيهم، ولا 15 يوم، من يوم 12 يوم ماتش الهلال بالظبط، من يوم ماتش الهلال والصعوبه، الجمهور العظيم بتاع النادي الاهلي اللي ساند الفرقه، جمهور النادي الاهلي لو النادي الاهلي ما كانش عاجبه كان هيجي يسانده بالطريقه دي؟ النادي الاهلي طول عمره بيجاهد وهيفضل يجاهد وهيفضل يكسب وهيفضل، عشان ايه؟ عشان استراتيجيه، علشان ولا فرح قوي ولا حزن قوي، لازم تشتغل وتشتغل وتطلع وتشتغل. لانك انت فاكر لما اتغلبنا، مش عاوز ارجع للمواضيع دي، بس لما اتغلبنا 5، لو كنا هدينا الفرقه او كان الفرقه اتهدت كان ايه اللي حصل؟ كنت وصلت افريقيا؟ لا. كنت لعبت على الدوري دلوقتي؟ كنت خدت كاس؟ هو انت النادي الاهلي ليه؟ لانك لما بتقع سنه انت كبير، بتقف بسرعه، ولما بتبقى على الاقل ميزه الفرق الكبيره في العالم ان لما بتبقى وحشه بتكسب. ليه؟ لانه في الاخر مش تعالى قول لي يا كابتن ايمن الدوريات اللي كسبناها، ماتش الترسانه بتاع سنه 86 عملت فيه ايه يا كابتن ايمن؟ كنت كويس ولا كنت وحش؟ ارقام، نتيجه. انا بتكلم على حتى النهارده، انت تسيدت المباراه النهارده في الشوط الاولاني 5 دقايق ولا 10 دقايق الفرقه لعبت قدامك، اوكي خلاص عندك اخطاء وماله، الوضع طبيعي، مفيش انت بتعدي لوحدك كمان يا كابتن، مفيش طبعا مفيش كمال. الكسبان 3 طلع كسبان، انت كسبان، انت كسبان نتيجه كبيره 3-0، انت كسبان 3-0، عارف يعني ايه؟ هو نتيجه 3-0 دي نتيجه قليله؟ انت دي نتيجه كبيره، نتيجه انك انت تكسب 3-0 وبتفارقه، نتيجه كبيره وكبيره قوي في الدوري. تعال قول لي كم فرقه كسبت 3-0 السنه دي في الدوري؟ احسب، احسب لي كم فرقه كسبت 3-0 في الدوري من الخصوم كلها؟ مين اللي كسب؟ انت كسبان 11 مره 3-0، انت كسبت 4، كسبان 10 3-0 وماتش 3-1 ماتش سموحه في الكاس، ماتش هديك انت كسبان 3، هات لي الفرق الاخرى، ده في فرق بتلعبك، ده في ناس خصوم بيلعبوك، بيلعبوا بيكسبوا 1-0 وبيبقوا اوحش فرقه في الدنيا، وبيطلعوا يقولوا احنا مارادونات واحنا احسن ناس واحنا افضل ناس واحنا اقوى ناس واحنا 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 واحنا. احنا مش عايزين نقول كده، بس احنا طول الوقت طول الوقت حاسين بلعبتنا وحاسين بنادينا وحاسين باللي بيحصل له. موقف صعب. انا الكلام اللي انا بقوله ده ليه؟ لانه الايام اللي جايه ضغط قوي جدا على النادي الاهلي. انت رايح ماتش يوم الاثنين، هتلعب في اسكندريه يوم الاثنين صح؟ يعني بعد بكره. احنا بقينا يوم السبت دلوقتي. بالظبط كده. هنلعب بعد بكره. عندك سفر. وعندي سفر اسكندريه. وترجع من اسكندريه. طب وريني بقى. طب عندك بعديها بيومين الرجاء. طب اللعيبه اللي لعبت دي هنقول لهم ايه؟ هنقول لهم شد حيلكم وسيبوا الماتش بتاع فاركو اللي كسبتوه، لازم تكسبوه للماتش اللي جاي. طب. ولازم تكسبوه. وتطلع من لازم تموتوا نفسكم. وبعدين اخرج من السموحه الاعب الدور الثمانيه بتاع الرجاء، هو في فرقه بتعمل كده؟ احنا خلينا
قدرك كده. خلينا نلتمس لهم يا كابتن شريف العذر لو في اوقات ما بيبقوش فيها كويسه. التمس لهم عذر. ليه؟ ليه بلتمس لهم العذر؟ لان صعب جدا اللي بيحصل، مباريات متتاليه وبعدين مستويات عاليه. انت بتتكلم، انا مش بتكلم على الدوري المصري، انا بكلمك ولو على الدوري المصري. احنا لو مكتفيين احنا الاهلي بالدوري المصري، والله ما حد هياخد دوري هتخلصه قبلها ب 10 اسابيع. لو انت قاعد للدوري المصري، لو انت راجل بتلعب كل 8 ايام ماتش زي في فرق بتلعب كل 6 7 ايام ماتش في الدوري، انا بحضر نفسي بقعد طول الاسبوع اتمرن وعندي اللعيبه بتبقى مريحه. لكن انت رايح لي على جنوب افريقيا تسافر، بعدين ترجع لي على لعبنا في كاس العالم انديه فين؟ لا لا المغرب، في المغرب رحنا المغرب، وبعدين ترجع لي على دوري، وبعدين تقعد تسافر على افريقيا، وبعدين تروح تسافر لي على حته تانية. لا الموضوع صعب، ما هو عادل قدرك، قدرك كده. ايوه ما انا فاهم، انت الميراث بتاعك كم من البطولات واسم كبير جدا، هتفضل طول عمرك كده. هو الحاجات دي بتيجي ببلاش يا كابتن، ما هو بقول لك قدرك كده. بتموت، اللعيبه بتتعب، قدرك كده، بيموتوا نفسهم، محترفين وكل حاجه، ولكن بشر، اتربينا على كده، اتربينا على كده طول عمرنا، طول عمرنا اتربينا على كده. ايوه لا بس كم البطولات اللي انت شكرت كتيرة. الناس كلها على كم البطولات يا كابتن، وانت اديت الاعذار اللي هي فعلا قدام الناس كلها. ده انا 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 مشفق على اللعيبه. احنا النهارده كام رمضان، الصيام، احنا بنبقى قاعدين تعبانين، احنا قاعدين على الكراسي قلت لك كده تعبانين. يعني 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 لا مبروك النهارده يا كابتن، المكسب مكسب عظيم. انا بحيي اللاعبين والحمد لله ان احنا طلعنا على القمه، ولما بنطلع على القمه ان شاء الله مش عايزين ننزل خالص ان شاء الله باذن الله.